ايه اللي يخلي الدورة تقطع؟ لحد دورته كانت موجودة ومنتظمة، بل بالعكس وخلفت مرة واتنين. لازم نتكلم في ده عشان عندنا قصة واحدة حامل بعد انقطاع دورة 7 سنين. من انت؟ سلمى علي مبارك. عمرك قد ايه؟ 31. متجوزة بقالك قد ايه؟ 13 سنة. ايه اللي حصل في ال 13 سنة؟ حملت أول مرة طبيعي، وتاني مرة بشهر واحد بس منشط، في التالتة بعد ابني ما بقتش تنقطع الدورة خالص، ما بقتش تنزل غير ببرشام هرموني. سايكل بروجنوفا اللي نص أبيض ونص بني. أيوه. هتكلم معاكي أول بأول. سايكل بروجنوفا أخطر دواء ممكن امرأة تاخده على الإطلاق، وخصوصا لما يكون عندها تكاثم بيضين. بناخده في الناس اللي عندهم هايبو، يعني الغدة النخامية قليلة في افرازها، فما بيطلعش هرمون الاف اس اتش والال اتش، هو يعادل هرمون الاف اس اتش والال اتش. لكن مع تكاثم بيضين هي عندها الاف اس اتش والال اتش، عندها استروجين عالي، فبنديها استروجين وهي عندها استروجين بندخلها في سرطانات في المستقبل. يعني انا قعدت 5 سنين اخده، كذا دكتور يقول لي ما عندكيش اي حاجه غير التكيسات، ممكن تحملي طبيعي. اقول لهم انا عايزه انزلها طبيعي، نزلوا لي برده، نزلها لي صناعي. هنا لما بنقول انا عندي تكاثم بيضين، يعني بتعالج لايه؟ عشان احمل، ولا بتعالج عشان الدوره تنزل، ولا بتعالج عندي مشاكل اخرى؟ كنا بنتعامل مع تكاثم بيضين بمنتهى السطحيه، الدوره مقطوعه ما تنزل الدوره صناعي. طب اديها اقراص مانع الحمل. اقراص مانع الحمل المسموح بيها اللي يكون بروجسترون بس، لو فيها مينيمال دوز استروجين ممنوع برضه. دي واحد. اتنين، عاوز اعالج تكاثم بيضين. علاج تكاثم بيضين مبني على حاجتين، بان انا باكل ازاي وبشرب ازاي، نظام غذائي ورياضي، وبعض الادويه بتحسن جوده المبيض، بتحسن جوده الهرمونات، بتنضبط الدوره. ولما كانش كده علاج بالمنظار. المنظار دلوقتي الكي والتثقيب الكهربائي ممنوع، سواء مونوبولر او باي بولر، ده حرق للمبيض وحرق لمخزونه، يا بنعمل بالموجات فوق الصوتيه او بالليزر. عدا ذلك لا. بس رحت كذا مره، قعدت سنتين اتعالج من صدري، وقالوا لي ان انت ممكن تشيل الغدد اللبنيه. دكتور هو اللي قال لي ما تاخديش برشام عن حمل، كنت باخد ياسمينه او انجينيره. في علاقه مباشره بين الغدد اللبنيه وبين التكتلات اللي موجوده في الثدي، وبين الاكياس اللي في الثدي، وسرطانات الثدي، وتكاثم مبيضين، واستروجين مع مريضه فيها اورام في الثدي. وبالتالي قبل ما ندي كمان هرمونات بنسال المريضه، هل في تاريخ وراثي في سرطانات في الثدي، في الجهاز الهضمي، ايا كان، في عماتها، في خالاتها، مش بس في اخواتها ولا امها. امتى نختار المريضه اللي هتعمل منظار لتكاثم مبيضين؟ اللي ال اتش اعلى من الاف اس اتش او الام اتش عالي. بنعتمد على كذا حاجه، تاريخ وراثي، شكل الجسم، كتله الجسم، كتله الدهون، تحاليلنا، شكل السونار. كل حاله مختلف عن اخرى. سؤال وجواب. العيله فيها سكر او ضغط؟ ايوه. بنسبه عاليه؟ ايوه. تكاثات المبيضين تيجي من العائلات اللي ليها خلفيه اسر فيها ضغط او سكر. نسال الاب عنده سكر؟ ايوه. في اي امراض تانية غير السكر عند بابا؟ القلب. شفتوا تبدا الميتابوليك سندروم ازاي؟ سكر ده قصه، والقلب مش مرتبط دايما بالسكر، ده سكتين ماشيين، ده دهون ثلاثيه، وده سكر، ده انسولين، ميتابوليك سندروم. ولو سالت عن جدتك كان عندها سكر؟ ايوه. شفتوا الجد الاب؟ الجد الاب عنده سكر وقلب برضه. سكر وقلب. احنا بناخد من اهالينا وندي لاولادنا، احنا في ساقيه، الساقيه بناخد من اللي قبلينا عشان ندي اللي بعدينا. فلازم النهارده عندنا وعي. كل الفيديوهات دي عشان الوعي، الوعي ثم الوعي ثم الوعي ثم الوعي ثم الوعي. حضرتك طلبت مني منظار، فكنتش مترددة خالص ان انا اعمله من تحت ايد حضرتك. عملته والحمد لله، دورة نزلت لي 3 شهور، فربنا كرمنا. الف 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 مبروك. الله يبارك. استني بقى الايام تجري بسرعه ان شاء الله، ونتقابل في اوضه العمليات ان شاء الله، اوضه الولاده ان شاء الله. سمينها غرفة الامل، ايه؟ غرفة الامل. ان شاء الله. نشوفك ان شاء الله على خير. ان شاء الله. مبروك.